السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله خوتي غادي نتقاسم معكم هذه البسبوسة هذه اللي كتجي من ألذ وأروع ما يكون، بالكريمة والتفاح مع السل، كتجي بنينة بزاف وخفيفة كتذوب في الفم. إن شاء الله تنال إعجابكم وتجربوها بالصحة والراحة. مهم، ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم مع المقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. عندي في هذه الكاسرول هذه كنحتاج كاس ديال العنبة، ديال الحليب، العبار بالكاس ديال العنبة، غادي نحتاج ملعقة كبيرة ديال السكر سنيدة، وملعقة كبيرة ديال النشا الذرة. هذه الكريمة هذه بغيناها تجي بيضاء، إذا بغيتوها صفراء ديروا ملعقة كبيرة ديال الكريم باتيسير في البلاصة ديال النشا الذرة. كنخلط على البارد حتى كينسجموا لي المكونات. صافي، الكاسرونه غنديرها فوق البوطه حتى كيعقد لينا الخليط مع التحريك باستمرار، ما تحيدوش من حدا البوطه. صافي، هنايا ملي عقد لي الخليط كيولي على هذا الشكل هذا، نار ديرو نار متوسطه وبقاو تحركوا حتى كيعقد الخليط. صافي وحيدوه. صافي هنا خويت في التفصيل هذا، صافي غادي نغطي هاد الكريمه هادي بالسولوفان، هكا نديروه ملامس للكريمه باش ما تشكلش لينا ديك القشره. كما قلت لكم، اللي بغيتو ديرو في البلاصه ديال في بلاصه النشا الذره الكريم باتيسير ديروها، غير هو البسبوسه عندنا صفراء والكريم باتيسير كتجي هي صفراء، يعني ما كتجيش باينه. صافي غنديرها في الثلاجة نخليها حتى كتبرد. وهنا عندي ثلاثة ديال التفاحات، المهم هادو راه غير صغيورين، المهم انا درت ربعة زدت في الاخر وحدة. الا كانوا جوج تفاحات كبار حجم كبير ديروا جوج، كافين. انا هادو راه غير هذاك التفاح الصغيور ويكون حلو. صافي كنقطع التفاح بهذا الشكل هذا، كنقشرو كنقطعو بهذا الشكل هذا، كنديرو في هاد المقلة هادي. غنضيف عليه واحد الكيس ديال سكر الفاني، وغنضيف جوج المعالق ديال السكر سنيده، جوج ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، واحد ربع معلقه ديال القرفه بلديه. اللي ما كتعجبوش ما يديرهاش، ولكن راه كتجي زوينه صراحه. وغنضيف هنا ملعقه كبيره ديال الزبده، انا خدمت بالزبده ديال بواطا لابريري، ممكن تخدموا بالزبده من اصل حيواني. صافي غادي ندير المقله فوق البوطه، غادي نحرك هكا باش تذوب ليا ديك الزبده. كنبقاو نحركو مره مره، نحركو هكا حتى كي يتعسل لينا هاد التفاح هذا ويطيب في نفس الوقت، حتى كيتكراميليز حتى كيولي بهذا اللون. وردوا البال حيت فيه سكر باش ما يتحرقش ليكم، ضروري تبقاو يعني حدا المقله هكا مره مره كتحركو حتى كيتعسل. صافي وغنخليه على جنب حتى يبرد تماما. صافي هنا باش نوجدو البسبوسه غادي نوجد الملول الاول، دهنتو بالزبده وغادي نرشو بشويه ديال السميده، السميده ديال الحرشه وديال البغرير. بالنسبه للقطر ديال هذا المول هذا راه 27 سنتيم. صافي المول وجدتو غنخليه على جنب. بالنسبه للمكونات ديال البسبوسه كنحتاجو بيضه تكون بدرجه حراره المطبخ، بيضه كامله، رشه ديال الملحه، واحد الكاس لاروب ديال السكر سنيده. كنحرك مزيان او نخلط مزيان حتى كيذوب ليا داك السكر. وهنا غادي نضيف واحد الكاس معمرش ديال الزيت، المهم اكثر من نص كاس، والعبار دائما بالكاس ديال العنبه. كنحرك مزيان ينسجموا ليا المكونات، كنضيف كاس ديال الحليب. وهنا غنضيف جوج الكؤوس ديال السميده تكون نوعيه جيده ديك الصفراء، وغنضيف هنا جوج خمارات من فئة 8 غرام. والكاس اللي كنعبروا به الحليب هو اللي كنعبروا به السكر، هو اللي كنعبروا به الزيت، هو اللي كنعبروا به السميده، نفس الكاس. المهم انا راه كنخدم بالكاس ديال العنبه. صافي كنخلط المكونات مع بعضياتهم
مكونات فيها بساط وقلال، ما فيهاش بزاف ديال المكونات. صافي كملت معايا، كنخلط هكا. القوام راه كيبان لكم راه خفيف، غادي نخليه على جنب. بما وجدت الكريمه نجبدها من الثلاجه ونحركها واحد شويه، غادي ناخذ غير فرشيط هكا بلا ما نحتاج نديرو الباتو ولا شي حاجه، غير هكا نحاول نخففها بالفرشيط. صافي حتى ما كيبقاوش فيه هذوك الحبيبات كتولي هاد الكريمه كريميه. صافي خديت هاد الجيب هذا الصراحه بدلته لان لقيته مقطع، حتى عمرته كلشي عاد باش لقيته مقطع وعاد بدلته. هنا الخليط كما شفتوا معايا راه كيتشرب، خبيته في المول فران في نفس الوقت راه كيسخن. صافي وبدلته هنا في هاد الساكابوش هذا او هاد الجيب الحلواني هذا، وكندير هاد على شكل حلزوني بهاد الشكل هذا. صافي كنستمر بهاد الطريقه هذه حتى كنكمل. جربوها راه كتجي زوينه، كتجي ديال تحمير الوجه، كتحمر الوجه هاد البسبوسه هادي، كتجي مع الكوب بنينه بزاف. صافي دابا غادي ندير التفاح، التفاح هذا معسل ضروري خليوه يبرد تماما. انا راه خدمت الكريمه وخدمت الكريمه هي الاولى وعاد باش عسلت التفاح. صافي حتى برد تماما عاد باش بديت كنوجد في البسبوسه. صافي وهنا اخر حاجه غندير الكاوكاو ايفيلي، ممكن ديروا اللوز ايفيلي اللي بغيتو، انا توفر عندي غير الكاوكاو ايفيلي راني درتو. والفران كما قلت لكم راه سخون على الاقل واحد 10 دقائق يكون سخون، قبل ما كتاخذش بزاف كتاخذ تقريبا واحد 35 دقيقه حتى 40 دقيقه، كل وحده على حسب الفران ديالها. المهم انا ديال الغاز خدات لي تقريبا واحد 35 دقيقه، كنديرها في الراف الوسطاني العافيه شاعله غير من التحت، النار كتكون زايده واحد النغيزه على مهيله. صافي وكنديرها في الراف الوسطاني كما قلت لكم العافيه غير من التحت. صافي حتى كتبان لي راه بدات كتحمر مع الجناب، تحمرات عاد باش كنهبطها للتحت، كتحمر شويه بالوجه باش يتحمر لينا حتى داك الكاوكاو ايفيلي، وكنخرجها كنخليها حتى كتدفى عاد باش كنديمو ليها بهذا الشكل هذا. كما شفتوا راها محمره من التحت، تحمرات مزيان. صافي وكنقدموها، راه كتجي هشيشه كتذوب في الفم ومعلكه مع ديك الكريمه ومع داك التفاح معسل ما نعاودش ليكم. وهنا راني دهنت لها الوجه ديالها بالناباج اللي سخنته واحد شويه، ممكن تدهنوها بالعسل، المهم دهنوها باش ما بغيتو، يا اما العسل ولا الكونفيتير ولا الناباج. صافي وكنقدموها بالصحه والراحه الكوتي ديال العشيه، ولا كان جاي عندكم شي ضيف هكايا شي حاجه من المناسبات والاعياد. او كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، راك شي شك تدوب في الفم وكتكروني كتجي من آلت واروع ما يكون، ضروري خصكم تجربوها باش تعرفوني علاش كنهضر. وكتجي فيها ديك الكريمه، علاش قلت لكم ديروا الكريم ما ديروش هذه، ما ديروش كريم باتيسير، ديروا غير نشا، غير نشا الذره، لان النشا الذره كتجي باينه لحقاش الا درنا كريم باتيسير مع البسبوسه الصفراء والكريم باتيسير الصفراء يعني ما كتجيش باينه نهائيا، اما غير بالنشا كتجي باينه كما كتشوفوا. وكنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، اذا عجبكم فضلا وليس امرا ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع الاهل والاحباب، ما تنساونيش ملي يجي ملي التشجيع، وكنقول لكم مع فيديو جديد. في امان الله وحفظه، مع السلامه.